نشرة العاشرة مباشرة من الرياضية، أهلا بكم مشاهدينا. وأبرز المواضيع تتأطر تحت العناوين التالية: الأسود يغادرون إلى السنغال لخوض اختبارهما الودي قبل إكمال مشوار التصفيات، وبن عطية غائب للإصابة. الوداد يحسم عبوره إلى ثمن نهائي كأس العرش بعد صراع مشوق ضد أولمبيك خريبكا في قمة الدور. حدث بحر الأسبوع المقبل هو المواجهة الإعدادية للمنتخب الوطني ضد نظيره السنغالي استعدادا للجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا، والمقررة ضد جمهورية إفريقيا الوسطى في 3 شتنبر المقبل في بانجي. بعثة المنتخب الوطني غادرت قبل قليل مطار محمد الخامس في اتجاه السنغال بحضور عدد من اللاعبين المحليين وبدر القادري ومحمد الشيحاني، على أن يلتحق المحترفون الآخر تباعا بالسنغال خلال الساعات المقبلة. وبالموازاة سيغيب عن الأسود قلب والدفاع المهدي بن عطية بسبب الإصابة. وفي بيالينا توقف مع تصريح لطبيب المنتخب الوطني عبد الرزاق هفتي بالإضافة إلى كل من اللاعبين محمد بن رابح وأحمد محمدين من إنجاز ياسر مربوح وأمين خوذو. نتابع. فيما يخص الغيابات، الحمد لله يلا الغائب اللي كاين هو مهدي بن عطية، اللي عنده واحد المشكل في الفخذ ديالو اللي غيبعدو على الميادين واحد الاسبوع. ان شاء الله الرحمن الرحيم غيكون واجد معنا في المباراه ضد افريقيا الوسطى. الحمد لله كون شي اللاعبين في صحه جيده، وهذا الماتش مهم غيكون في بلد افريقي باش الفريق المغربي يوجد المباراه ديالو. هذه المقابله الوديه ان شاء الله نتمنوا الله ان شاء الله باش نحققوا فيها واحد النتيجه ايجابيه، باش نزيد نكسبوا واحد الثقه كبيره لهاد العناصر اللي موجوده حاليا داخل المنتخب الوطني، ونستعدوا للمقابله ديال افريقيا الوسطى بما فيه الكفايه، لان الهدف ديالنا ان شاء الله هذه السنه هو يكون تاهل للفريق الوطني ان شاء الله ويحط المراكز الاولى ان شاء الله في المجموعه. يعني مقابله الاثبات ذات المقابله، يعني ناكدوا فيها النتيجه الاخرى اللي حققناها ضد المنتخب الجزائري. مقابله ان شاء الله غادي تخولنا ان شاء الله بان نمشيو ان شاء الله بواحد الروح واحد معنويه مرتفعه ان شاء الله مقابله افريقيا الوسطى، اللي مقابله هامه، مقابله اللي غادي تكون ان شاء الله يعني مفتاح ديال التاهل ان شاء الله كأس إفريقيا المقبلة. ومن أخبار الأسود، استدعى الناخب الوطني إيريك جيريتس مدافع الرجاء محمد الحاج لتعزيز لائحة المنتخب الوطني في مباراة السنغال لتعويض غياب المهدي بن عطية. وسيلتحق الحاج إلى جانب زميله في صفوف الرجاء رشيد سليماني، سيلتحقان غدا بالسنغال لينضاف بالتالي إلى غيابات الرجاء، وتطرح إشكالية حضورهما في مباراة النسور المقبلة بنيجيريا أمام إنيمبا ضمن دوري أبطال إفريقيا. جيريت استدعى أيضا عصام بادة حارس مرمى الفتح الرباطي لتعويض الغياب الاضطراري لأمين لوكونت حارس مرمى الخويا القطري. ومنافس الأسود الودي المنتخب السنغالي تضم تشكيلته المدعوة لمواجهة الأربعاء المقبل 22 محترفا أغلبهم من البطولة الفرنسية واثنين من البطولة المحلية. قراءة في تشكيلة السنغال في تقرير سميرة باسو. بإطلالة سريعة على تشكيلة المنتخب السنغالي التي ستواجه أسود الأطلس في مباراة ودية في العاشر من غشت الجارية، مدرب أسود ترينكا أمارا تراوري اعتمد لائحة ضمت 24 لاعبا. حصة الأسد فيها كانت للاعبين الممارسين بالبطولة الفرنسية بعشرة لاعبين، أبرزهم موسى سو لاعب فريق ليل والعنصرين المجربين سليمان ديوارا وسليمان كامارا، فيما 12 عنصرا محترفون ببطولة اختلفت بين البريمير ليج والليغا الإسبانية الدوري التركي والألماني والأوكراني وآخرون. المدرب أمارا تراوري وضع ثقته في اسمين فقط من البطولة المحلية هما خادم دياي ومصطفى كاس.
التشكيلة الحالية عرفت مجموعة من التغييرات مقارنة مع العناصر السنغالية التي واجهت أسود الأطلس وديا عام 2007، ناهيك عن تغيير شمل الإدارة التقنية. مباراة الأربعاء إذن فرصة للمنتخبين للوقوف على مدى جاهزية اللاعبين لخوض غمار الاستحقاقات المقبلة. مباراة المغرب ضد السنغال ستتابعونها مباشرة على الرياضية الفضائية والأرضية بالإضافة إلى القناة الأولى الأربعاء المقبل في 5 مساء. في اتصال هاتفي أكد مصطفى مديح مدرب الجيش الملكي استمراره مع الفريق العسكري هذا الموسم بعد اجتماعه بمسؤولي الفريق الذين زكوا عمله وبالتالي رفضوا استقالته، كما قرر المكتب المسير للعسكريين إبعاد الإدارة التقنية عن المدرب مديح مع تعزيز ترسانته الفريق البشرية بانتدابين جديدين على الأقل واستعادة بعض اللاعبين المبعدين سابقا. بعد صراع محموم ومشوق دام 120 دقيقة حسم فريق الوداد البيضاوي عبوره إلى ثمن نهائي كأس العرش على حساب أولمبيك خريبكا ليلة أمس بالبيضاء في مواجهة قمة دور سدس عشر. الوداد فاز بالمواجهة 4-3 بعد اللجوء إلى الشوطين الإضافيين. 120 دقيقة مختزلة في روبورتاج جيهان جهوري وسفيان جريد. تعبير لا يحتاج إلى تعليق لمدرب أولمبيك خريبكا يوسف المريني بعد الهدف الرابع للوداد البيضاوي، وهو الذي كان قريبا من قلب الأمور لصالحه. بعد مباراتين وديتين جمعتا الفريقين خلال فترة الاستعدادات، كان واضحا أن مواجهة الكأس ستكتسي الندية نفسها، ندية بدأها الفوسفاطيون لخلق مفاجأة مبكرة، لكن الأمر توقف هنا. الضغط كله تحول وداديا تفاديا لخروج كان من الدور نفسه الموسم الماضي، ضغط عاشه الحارس محمد دينا في أكثر من مناسبة قبل أن يستسلم أمام أحمد أجدو بضربة خطأ كانت وجهتها المرمى بعد 20 دقيقة من اللعب. ما تبقى من الجولة الأولى كان أيضا للوداد خاصة عن طريق ضربات الأخطاء لكن دون تغيير في النتيجة. بالمقابل معاناة حامل لقب 2006 تواصلت أمام دفاع ودادي يقوم بمهمته جيدا حتى الآن. بعد الاستراحة إصرار الوداد ارتفع إيقاعه والوجهة لم تكن شيئا آخر غير مرمى لوسيكا، إصرار لم يمر دون نقش اسم الكونغولي فابريس أونداما ضمن لائحة المسجلين بهدف ثان بطريقته المعتادة. الأولمبيك التجأ للتسديد من بعيد في ظل غلق كل المنافذ، والجهة اليسرى شكلت خطرا نسبيا على الوداديين خاصة عن طريق هداف القسم الثاني سابقا عماد رقيوي. في النصف الآخر من الملعب الوداد الذي يعيش على إيقاع بدايته القوية فضل اللعب على الاحتفاظ بالكرة والاستعراض، أمر استغلته العناصر الخريبكية جيدا بعد أن كان كل شيء محسوما نسبيا. الدفاع الودادي عاد ليفرض نفسه نقطة ضعف الفريق وأول من أعلن عن ذلك كان عماد رقيوي، بل الاستسلام لم يكن سمة بطل المغرب مرة واحدة، وهدف ثاني حمل هذه المرة توقيع يونس قندوسي ليزرع فرحة غير متوقعة في آخر الأنفاس. الحسم إذن كان في الجولتين الإضافيتين. الوداد عاد للتقدم بعد أن سجل المدافع عمر سربوت ضد مرماه، لكن التوازن سيعود من قدم خليل محبوب. هذا قبل أن ينهي النجم السابق للجيش الملكي يوسف القديوي الأمسية بهدف رابع. اليوم كنا في الموعد، لعبنا جيدا لكننا لم نكن منظمين بشكل مطلوب، استقبلنا هدفا أفقدنا التركيز، لكن يجب أن نعطي الأمور أكثر من أبعدها. المستوى ديال الاحتراف اللي داخلين يعني ما لازمش نبقاو، كان هذا خاص يكون ذهابا وإيابا مثل البطولات العالمية، لأن كان الوداد البيضاوي كان محظوظ في القرعة، كان محظوظ اليوم في الأهداف اللي تسجلت علينا بطريقة سهلة، وكان محظوظ لأن 5 لاعبين أساسيين ديال أولمبيك خريبكا ما لعبوش اليوم. الحفاظ على تشكيلة قارة ورصيد عال من الأهداف المسجلة كان ذلك رهان السويسري ميشيل دوكاسل للتأهل إلى ثمن النهائي، لكن الحديث عن ثغرة الدفاع سيستمر بدون تأكيد.
وفريق الوداد باشر موسمه الجديد بمتغيرات همت ترسانته البشرية والتقنية. إدارة الأحمر وعلى غرار مواسم سابقة أنفقت الكثير في سبيل التوفر على تشكيلة نموذجية قادرة على كسب رهانات هذا العام. متغيرات ومستجدات الوداد من جديد ضمن روبورتاج جهان جهوري وسفيان جريد. لن تكون الإجابة صعبة إذا تساءلنا عن فريق أصبح يشكل مرجعا للتعاقدات الوزنة خلال المواسم الأخيرة. الأمر يتعلق بالوداد البيضاوي الذي باتت صفقته السنوية تحمل النادي ميزانية ضخمة برهان واحد، حصد الألقاب التي لم تتعد بطولة واحدة الموسم ما قبل الماضي. السؤال إذن، ما جدوى كل ذلك إذا كان الفريق يستسلم غالبا في الأمتار الأخيرة؟ خططنا باش درنا واحد مخطط باش الوداد تكون من الفروق السباقة هذا العام وتقفز على البطولة من أول لعبوا على البطولة من أول دورة. تبقى الدور على اللاعبين وعلى المدرب باش نمشيو، حنا اللي علينا هو نوجدوا الجو الملائم لهذا الفريق وهذا هو اللي حنا خدامين فيه اليوم. خمسة تعاقدات رصدت لأول بطولة احترافية، العمراني والكحل والقديوي والرامي وأخيرا الحواصي، كلها انتدابات التحقت بالفريق بعد موافقة المدرب الجديد ميشيل دوكاسل تجنبا لخطأ تسييري الموسم الماضي. اللاعبون الجدد ليسوا كلهم جاهزين الآن رغم أن تشكيل القارة جيدة، تنقصهم بعض المباريات للاستئناس أكثر بأجواء الفريق والدخول في إيقاع المنافسة. قد تكون تشكيلة الوداد الحالية من بين الأفضل بالبطولة، لكن ذلك قد يبقى فقط متداولا على الألسن إن أعاد الفريق سيناريو الإخفاقات الماضية. ونواصل مع حدث كأس العرش في أجندة الغد من دور السدس عشر، مواجهة أخرى قمة تجمع بطل المغرب رجاء البيضاوي وأولمبيك آسا في مباراة يحتضنها ملعب محمد الخامس في 10:30 ليلا، ومن شأنها أن تحمل كل مقومات القوة والإثارة. ورقة عن حظوظ الفريقين للعبور إلى الثمن ضمن سطور طلال أسرار. كانت هذه ضربة الجزاء التي أقصت الرجاء الموسم الماضي من دورة الثمن ضد شباب المحمدية. اليوم الرجاء في أول مباراة للكأس يلاقي أولمبيك آسا في والهاجس الأول، تفادي الخروج المبكر خصوصا وأن النسور لم يجدوا الإيقاع الصحيح بعد مشاكل البداية. الرجاويون وخلال السنتين الماضيتين لم يستطيعوا تجاوز الأدوار الأولى بعد الإقصاء أيضا الموسم ما قبل الماضي ضد أيت ملول بهدفين لهدف واحد. كل هذه المعطيات ستفرض على الرجاء انتزاع التأهل رغم بعض الغيابات الوازنة بعد استدعاء رشيد سليماني ومحمد الحاج للمباراة الإعدادية ضد السنغال. الفريق المسفوي بإجماع على ضرورة العودة بنتيجة إيجابية، وهو الذي تعود على تقديم أفضل العروض بمركب محمد الخامس. أولمبيك آسفي بكافة عناصر الأساسية دون تسجيل أي غيابات، لن تكون زيارته للبيضاء من أجل الاستئناس بالأجواء الرمضانية بالبيضاء، وإنما الدفاع عن حقه في بلوغ دورة الثمن بعد الخروج الموسم الماضي على يد جاره الدفاع الجديدي بهدف لصفر. السؤال إذن، من سينضاف إلى أندية الفتح الرباطي الدفاع الحسني الجديدي والوداد البيضاوي؟ الرجاء وإن لم تتضح ملامحه بعد إلا أنه يعول على الفوز قبل الرحيل لمواجهة إنيمبا النيجيري، وأبناء آسفي يدركون نوايا الخضر في مهمة لقلب الطاولة على الرجاء البيضاوي. مشاهدينا، بعد لحظات تأتيكم مباراة المغرب الفاسي واتحاد أزيلال ضمن السدس عشر نهائي كأس العرش. إلى اللقاء.